بالنسبة للأستاذة منال اللي ابنها توفي بسبب الكورونا 26 سنة من حوالي 8 شهور، عايزة نصبرها، بس يعني يكفي الإنسان دايما أنه يتذكر قول المولى سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالإنسان بغير حساب ده يعني ربنا هيديله بقى شيء مش معقول لدرجة أنه لم يوضح، لأنه مش هنتصوره، بس ده للصابرين اللي تأدب في حال تلقي البلاء. وأنا من يتصبر يصبره الله، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر ضياء، اللي بيكون ضياء لصاحبه. أنا في الحالة دي أكثر من الذكر ضروري، والدعاء إن ربنا يربط على قلبي، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني يفرغ علي صبرا، وأنشغل بقى، يبقى لي نشاطات مجتمعية، عمل خير ووهب الثواب. حضرتك تسألي إيه اللي يوصله؟ كل أعمال الخير ينتفع بها المتوفى، كما قال الإمام أحمد بن حنبل عليه الرحمة والرضوان: كل أعمال الخير ونوهب الثواب لأصحابها. وده من فضل الله ومن مظاهر رحمة الله العظيمة بالخلق، أنه يخلي صفحة الحسنات بتاعتهم، نقدر أن احنا نصنع الخير ونهب لهم الثواب، ونسأل من الله سبحانه وتعالى القبول. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان هذا الذكر زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام شفاء من 99 داء أيسرها الهم، بس بكثرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، الاستغفار، الصلاة والسلام على النبي المختار، بلسم القلوب، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، مفرجة للهموم وللكروب، مع ده أسباب أنا باخدها الدعاء، مع أن أنا يكون لي النشاطات عدة خيرية. واعرفي أنه ما انتهاش، هو منتظرنا، وكلنا بننتظر اللي سبقونا دول، وإحنا هنلحق بهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه نلحق بهم على أحسن حال. وربنا يصبرك ويفرغ عليك صبرا أختنا الكريمة.